مرحبا، اليوم عم بيقولوا بالأخبار إنه رح تجي عاصفة ثلجية على أونتاريو. أنا ساكنة بمدينة جنوب أونتاريو اسمها لندن أونتاريو. من أول السنة عم بينزل ثلج، بس اليوم رح تجي عاصفة ثلجية كتير قوية. ياي، الدنيا كلها ثلج. حتى موقف الباص مغطى بالثلج من كتر ما الثلج قوي، حتى الشوارع الرئيسية معباية بالثلج. أنا تقريبا ما عم بحس بإيدي وصار لازم أرجع على البيت. ما شاء الله، واضح إنه رح ينزل اليوم ثلج كتير. وقف الثلج بس الدنيا لسه كلها بيضة. كتير حلو الواحد يفيق يبدأ يومه باللون الأبيض. هذا النهر تبع مدينة لندن. عن جد منظر كتير حلو رغم انه في شمس، الثلج لسه عم ينزل. ياي، شوفوا حتى زوايا النهر متجمدة من البرد. مع انه اليوم في شمس بس الحرارة ناقص 10. معظم البجعات اللي بتعيش في كندا بتهاجر بالشتاء، بس هدول ما بعرف ليش الحرام بقيانين هون متجمدين بالنهر. هاي جامعة ويسترون بلندن أونتاريو. وهالشارع من أحلى الشوارع بجامعة ويسترون. وقت ما بينزل ثلج بكندا روضات ما بتسكر. لونا وبالروضة بيلعبوا الأولاد كل يوم 10 دقايق بالثلج لحتى يتعودوا. وهلأ خلينا نطير الطيارة لحتى نشوف المنظر من فوق. ان شاء الله تكونوا بتحبوا التلج مثلي. انا كتير مبسوطة بهالجو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة. يلا باي.